فيما يتعلق بتدني الأعداد حسبما أشار السيد السفير المصري في ألمانيا، هو وراها أسباب متعددة. أولا كان العام الماضي كان في اقتراع بريدي، الاقتراع البريدي ده كان مدعاة للتزوير والتزييف، ولذلك ألغي لأن كان هناك مطالبات بإلغاء الاقتراع البريدي، فدي قللت الأعداد المشاركين. النقطة الثانية وجود ناخب في مقر عمله ومقر إقامته بعيدا عن مركز الاقتراع في القنصلية أو السفارة، يتكبد مصروفات ويتكبد مشقة، ولذلك هيكون هناك خطوة متقدمة إن شاء الله في ضوء أحكام هذا الدستور اللي هيتم الموافقة عليه، وأنا عندي قناعة وثقة أنه يوافق عليه بنسبة عالية جدا، إن يكون هناك اقتراع إلكتروني. وأنا ليه جبت سيرة الدستور؟ لأن هناك مادة في هذا الدستور تلزم الدولة بأنها تمحو الأمية الهجائية والرقمية، وبالتالي خلال فترة زمنية معينة يستطيع الكافة أن يتعامل مع نظم الاي تي، ومن ثم يمكن تطبيق نظام الاقتراع الإلكتروني، والكل هيكون أمام هذا الاقتراع، ومش هنلاقي التناقص اللي حصل ده.